تم اليوم تدشين ميناء قنا في محافظة شبوة، الميناء النفطي كمرحلة أولى، ثم ستأتي المرحلة الثانية بالميناء التجاري بعد أن وصلت هذه الخزانات العايمة والتي تحمل أكثر من 17 ألف طن من مادة الديزل والمشتقات النفطية لمحافظة شبوة. هذه المحافظة التي كانت تعاني كثيرا من شحة مواد الديزل، وكذلك تعنت بعض الموانئ الأخرى في توفير مادة الديزل الكافية لمحافظة شبوة وكذلك كهرباء المحافظة. اليوم المحافظ أعلن عن بدء المرحلة الأولى في هذا العمل في هذا الميناء، سيتم بيع المشتقات النفطية لمحافظة شبوة والمحافظات المجاورة. ميناء قنا هو ميناء تاريخي جدا، كان يستخدم قبل أكثر من 2000 عام وينقل البضائع إلى شرق آسيا. معنا الأستاذ صالح الكديم مدير شركة النفط يحدثنا عن أهمية هذا الميناء بالنسبة لشركة النفط وكذلك محافظة شبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الميناء شكل بوابة المحافظة ومنفذ بحري جديد، وسينهي الاحتكارات. طبعا الميناء هو على شقين، ميناء نفطي وميناء تجاري. الميناء النفطي تم تدشينه اليوم عبر الأخ محافظة شبوة، الذي عانى أبناء محافظة شبوة من الاحتكار ومن التعسف أخواننا في المحافظة الأخرى في الموانئ، ولكن الحمد لله اليوم تم تدشين الميناء. تدشين هي الاحتكار، سيوفر للسوق المحلية وأيضا للمحافظات المجاورة كل المشتقات النفطية وأيضا الكهرباء شبوة. نعم مشاهدين الكرام، مثل ما ذكر الأستاذ صالح أن هذا الميناء سينهي الحرمان والمعاناة التي كان يعانيها أبناء محافظة شبوة خلال الأعوام الماضية من صعوبة الحصول على المشتقات النفطية بدرجة أساسية. اليوم الكهرباء ستشهد تحسنا بعد توفر مادة الديزل. شبوة اليوم أصبح لها منفذ بحري جديد، سينعكس هذا المنفذ بالجانب الاقتصادي والتنموي للمحافظة. أبو بكر حسين لقناة بلقيس، ميناء قناة شبوة.